عاوز تتعلم التصميم الداخلي والمعماري وكيفية بناء مشاهد معقدة برندر واقعي؟ التصاميم ثلاثية الأبعاد واحدة من أهم المهارات لأي مصمم أو معماري، ورغم سهولة تعلم الأدوات إلا إنها بتحتاج إلى تطبيق ورش فعلية على أرض الواقع. من خلال تدريب نص السنة هتقدر توصل من الزيرو لحد ما تطلع مشاريع هندسية معقدة في فترة زمنية قصيرة، وده بيكون واضح في مستوى المتدربين في كل راوند، وده بيكون شكل المستوى العام. التدريب منقسم إلى جزئين 12 سيشن، كل جزء بيحتوي على 6 سيشنات. الجزء الاول خاص بال 3D موديلنج، وده هيكون من خلال اقوى برنامج معماري وهو راينو 7. هنبدا فيه بالاساسيات وكل محتاجين تعرفوه عن الادوات وال 2D درافتنج اللي هتساعدك تعمل موديلنج لاي كتله وتصميم مهما كان صعب ومعقد. هنكون معاك خطوه بخطوه عشان تتحول من مبتدئ الى متخصص في ال 3D. بعد الاساسيات هنطبق على مشاريع حقيقيه زي الاساس والتصميم الداخلي والكتل المعماريه واللاندسكيب. راينو 7 بيمتاز عن غيره في البرامج بمقدار كبير، عشان كده هو اهم برنامج تخصصي للعماره والتصميم في الشركات. تصمم كتل واثاث بارامتر هو البرنامج الوحيد المتخصص في النوع ده من التصاميم، بتتعامل مع اكتر من 30 صيغه مختلفه للبرامج. تقدر من خلال راينو 7 التعامل مع كل ماكينات التصنيع زي الليزر كاتنج، الثري دي برينتنج، الراوتر والسي ان سي والفريزه وغيرها. يعني تصميمك تقدر ان انت تطلع له كاتنج ليست وتقدر تنفذه على الحقيقه بسهوله، ومن ضمن الاجزاء دي بيكون برضو الماكيتات المعماريه. وصولا في نهايه المرحله الاولى هيكون عندك القدره على تصميم اشكال معقده وتحول سكتشاتك وتصاميمك الى اجزاء حقيقيه. الجزء الثاني هيكون خاص بالفي راي 5، وهو اقوى برنامج ريندر واظهار موجود عالميا. هنبدا فيه بتعلم الاساسيات والادوات وكيفيه تصليب البرنامج، مرورا بازاي نوزع الاضاءات في التصميم علشان نقدر ان احنا نوصل لريندر واقعي. هنكون معاكم خطوه بخطوه سواء اثناء التدريب او بعد عشان نتاكد انكم ملمين بكل عناصر الريندر والاخراج. اصولا في نهايه الجزء الثاني هيكون عندك القدره تشتغل كاركتكتشر فيجوالايزنج سبيشالست، يعني تقدر تخرج اي كتله او تصميم باحترافيه عاليه. ده قسم موجود عندنا في فيوتشر، موجود في كل شركات التصميم، وهي واحدة من أهم مراحل العمل، لأن مكتب تصميم معماري في مصر والإمارات العربية المتحدة مش أكاديمية كورسات. ده مهم جدا إن أنت تتعلم على مشاريع حقيقية وتعرف اللي هيواجهك فعلا في سوق العمل. فيوتشر ديزاين دربت أكتر من 10,000 طالب وخريج، وهي أكبر منصة متخصصة لطلاب الفنون والهندسة بوجود أكتر من 30,000 مشروع على جروب التدريب. تاخد إفادة مختومة تقدر إن أنت تقدمها للكلية كجزء من تدريب.